هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، وان شاء الله كل شيء تمام حبايبي. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ومقطع جديد وحدث جديد وكل شيء جديد، وصباح الخير. طبعا شباب، بعرف انه دائما بتقولوا لي عليك، ودائما كل ما تسجل فيديو للاحداث دائما بشوفك عينك مورمانه وكل شيء. صح حبايبي، صح. يعني انا بكون بالعاده فايق بكير جديد، وعشان انزل لكم الحدث اللي ينزل، يعني انزل لكم الاحداث من الاخر. يعني فهمتوا علي كيف؟ لايك حبايبي. قبل ما نبلش هذا المقطع، لا تنسوا تحطوا لنا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس حبايبي، وخلينا ندخل على الحدث اللي نزل اليوم شباب، حدث العرض الاسبوع، ونشوفه مع بعض يا اساطير. ليتس جو. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين، مثل ما انا شايف، مثل ما الكل شايف شباب، نزل اليوم معنا حدث اللي هو اسمه حدث العرض الاسبوع. اوكي شباب، الكلام يسأل شو هالحدث العرض الاسبوع حبايبي؟ راح اشرح لكم. طب الشيء الحلو بهذا الحدث شباب، انا الان شفته اوكي، لان نزل من شوي، نزل انكم تقدرون تشتروا عنصر واحد، تمام، عنصر واحد، وتحصلون على عنصرين مجاني. يعني كل شيء موجود من على اليسار فوقي، موجود هون، هون فوقي، هون اوكي، كل شيء موجود فوقي حبايبي، عنصر واحد تمام، عليه تخفيضات شيء اكيد اوكي، وعلى اليمين نقدر نحصل على عناصر يعني مجانيه. فهمتوا علي كيف؟ اوكي شباب، ليتس جو، خلينا نشوف حظنا شباب ونشوف شو راح يصير. طبعا عندنا هون التخفيض شباب، السعر الاصلي هو 240، يعني النص تقريبا فينا نقول يعني انا الصراحه انا شيء بيهمني دائما هيك احداث شباب، هيك متاجر بالمتجر مثل هالمتاجر اوكي، البطاقات الحاضره اوكي. شغل ميوزك خفيف ونبلش، ليتس جو. يلا شباب، خلينا نشتري اول شيء الحاضنه شباب، البطاقات الحاضنه 156. حلو، شراء. شو راح يعطينا؟ احسن يعطينا عناصر مجانيه. اولي اوكي اوكي حبايبي، مثل ما انتم شايفين اوكي، ليتس جو. نختار هون. طب ما بيتجددوا؟ اوكي اوكي، طب انا بدي اجدده، انا بدي اجدد حبايبي. وات ذا، لازم يتجدد، ثواني بدي اتحدث. حصل على فرصه الفوز بحزمه الاله المتطوره. اوكي، احصل على عناصر من مجموعه جواز يمين وجانب في كل مره، تشتري فيها عناصر من مجموعه جواز اليسار بسبب يمكنك شراء العنصر واحد فقط في كل مره، يمكن احصل على كل عنصر فقط. حبايبي انا فكرت، اوه لا الصراحة حبايبي أنا فكرت إنه دائما يتجدد هذا اللي على ال شو اسمه هاي. أوكي 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 أوكي، هيك اختلف الأمر حبايبي. أو ماي جاد أو ماي جاد شباب، بس بالنسبة يعني الحزبة هاي، يعني أعتقد الكل فكر إنه نقدر دائما يتجدد وكل شيء هيك، بس أنا فجأت. أو ماي جاد حبايبي، يعني الصراحة الـ 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 الرقصة هاي الصراحة يعني كيف أقول لكم، عندي إياها يعني الصراحة يعني شباب، الحزمة البنت يعني حلوة وجلوس وكل شيء، بس ولكن بالنسبة لي هي كانت صدمة كبيرة شباب، لا تغزوني أوكي. بس anyway خلينا نشوف، خلينا نشوف. بدنا نجيب حبايبي، يلا خلينا نجرب، معلش نضرب على الحزمه، يلا الحزمه، نشوف حظنا بالحزمه اوكي. يلا نضرب حظنا على الحزمه هي، يعني حزمه كشمور، مع انه يمكن عندي يا حزمه كشمور. ثواني انا هلا شباب، انا هلا دخلت، صدقوني انا هلا دخلت، انا هلا دخلت صراحه حبايبي، دخلت وانا عم سجل المقطع، يعني مثل ما انتم شايفين مباشره. اوكي ثواني بس، ثواني بس حبايبي، ليتس جو. ثواني شوي، وين 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 وين، طولوا بالكم، طولوا بالكم شباب، انا ما كنت بعرف هيك شباب، لازم شيء جديد، انا بصراحه ما كنت اعرف هيك ابدا. I never miss a fight. جاي عفوا، مو هذا الجاي، هذا اللي اسمه فكرت في كشمور. لا والله ما عندي اياه حبايبي صراحه، انا كنت صاير معكم مبدأ يعني الحدث حلو والحزمه كثير حلوه، بس ولكن بصراحة شباب يعني دائما انا متعود العب بشخصية طفل تمام، لهيك بدنا نروح على الحدث نجرب حظنا يعني اخير اوكي، نجرب حظنا اوكي، ليتس جو. يلا نجرب ناخذ هاي الحزمة كلياتها، يلا روح ابلع، ليتس جو، روح ابلع، روح معلش
يا الزلمة. الحذاء اوكي شباب لعيونكم، راح نجيب اللبسة هي. روح ابلع، روح ابلع ابلع حبيب. هيك شباب حصلنا على الحزمة الجميلة هاي. خلينا نروح نشوف شباب، مع انه الحزمة حلوة ها يعني صراحة، تمام، مع انه بعض الاحيان بلعب شخصية بنت، بس لانه جزء الحزمة شباب راح العب شخصية البنت لمدة اسبوع لانه يعني تعرفوا يعني وين 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 بدنا. انا حب هاي اللي هاي تغيير، نعمل تغيير اوكي خزنة، شوف اللبسة الباقة لا هي لحال تجي. بس الصراحة الصراحة لا هو صريحين يعني الصراحة السكين حلو بالنسبة للبنات عن جد. هذا الحدث بالنسبة للبنات يعني انا جبته بس عشان يعني اشوف يعني اشوفه، لا الصراحة السكين حلو حبايبي، فهمت علي كيف؟ بالنسبة للبنات يعني السكين حلو، شعرات بيض كثير حلوات يعني شيء اسطوري. خلينا ندخل هيك على السريع نشوفه هيك بالساحة التدريبات هيك على السريع حبايبي، ليتس جو عشانكم يا بنات. اوكي شباب فريق فريق جديد، وبتعرفوا قهوتي دائما قبل ما اسجل الفيديو قهوتي تكون موجوده وتعرفوا يعني. اوكي اوكي حبايبي هذا هو السكين. لا عن جد السكين يعني الصراحه يعني حلو. انا يعني كنت قايل لنفسي انه ممكن اندم او شيء، لا والله الصراحه لا السكين عن جد حلو وكويس عليه. هذول اللي على اليمين هلا الاشياء هذول عم يطلعوا شايفين يعني شيء هيك فيوتشر. وبالنسبة للحذاء يعني السكين شباب يعني الشعر حلو، الفوق كمان كل شيء حلو يعني البنات جوكم باهي. نطلع من هذا. اوكي شباب في شيء كمان راح افرجيكم اياه الان اللي هو الـ 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 نرجع نفرجيكم الفاير باس. الفاير باس حبايبي راح افرجيكم شباب عرض سينمائي من شركة جارينا. اوكي راح نشوفه مع بعض، خلينا نشوفه، راح اطلع لكم اياه على الشاشة حبايبي. ليتس جو ابلع هذا هو شباب ابلع. صراحه من شويه اخذته من الشركه من الصفحه للفاير باس الجديد. صراحه شباب شيء اسطوري يعني عرض سينمائي اسطوري، شيء واو. تفرجوا معي جاد. لبسة الفاير باس الجاي شباب. اوه ذهبت فاير في فاير. شو هاي؟ مصاري اعطوه ما عنا. ابلع. واو. ستوري بويا اخذوا منه الذهب وضحكوا عليه يا الزلمه. اوكي شباب هذا هو الفاير باس الجديد. صراحه حبايبي شيء مرتب كثير يعني عن جد حلو، عن جد حلو الفاير باس الجاي شباب حبايبي حلو. بما انه عم نحكي الفاير باس شباب تذكرت شيء مهم راح افرجيكم اياه مباشره. اوكي ووينه وينه ناخذ العرض المسبق شباب، نسيت اخذه شباب حبايبي. طبعا شباب هذا هو الفاير باس، عن جد الفاير باس يعني كتير حلو صراحه. اللبس حلو، القناع هذا القناع راح يكون حلو، الشعر راح يكون حلو بالنسبه للشباب. وبالنسبه للشباب عندنا رخصه جديده اللي تنزل بالفاير باس. اوكي وهي هي الجواز حبايبي، خلينا ناخذ بالهذا عشان نحصل على المقلاي افرجيكم اياها. اوكي ابلع. واو لا لا عن جد عن جد عن جد شيء حلو. ثواني اوب 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 وين لك وين 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 هالمقلاي وين مقلاي وين 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 مقلاي هون كون هيك سلاح ابلع. ثواني عن جد المقلى شباب كثير كثير حلو، المقلى كثير كثير هي كمان عن جد يعني شيء مرتب هيك عليها هيك عيون بتطلع الشيطان وما الشيطان تعرفوا يعني شيء لوز اللوز عن جد شيء حلو الصراحه شيء حلو شيء مرتب.
اوكي حبايبي، هيك بكون انتهى فيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. ان شاء الله شفتوا الشيء اللي حبيتوا تشوفوه. اوكي حبايبي، ان شاء الله عجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس حبايبي. تشرس شو عم بحكي انا شباب، فايق منهم لا تغزوني شباب. اوكي يلا بشوفكم على خير، باي باي.